بحبك يا مصر وكل شعبك الأصيل بيموت في ترابك ودايما إن شاء الله محتضنينك محبين ليكي بكل إخلاص ونية صادقة عشان إن شاء الله نعبر بيك يا مصرنا الحبيبة إلى بر الأمان. تعالوا مشاهدينا الكرام نبدأ فقراتنا إن شاء الله من برنامجكم ساعة صبحية وناخد دلوقتي جولة إخبارية في أهم الأخبار التي صدرت صحف هذا اليوم. أول خبر معنا بعنوان السيسي يوجه بسرعة تطوير شبكة السكك الحديدية بكافة أنحاء الجمهورية. مضمون الخبر شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس على سرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية حول أسباب الحادث الأليم الذي وقع أمس الأول نتيجة تصادم قطرين بمحافظة الإسكندرية، أيضا موجها بضرورة محاسبة المقصرين فورا وعدم التهاون معهم أيا كانت مواقعهم على أن يتم عرض نتائج التحقيقات النهائية عليه فور التوصل إليها، وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها حيال محاسبة المسؤولين عن الحادث. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع أمس مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل على أهمية الإسراع خلال الفترة المقبلة في أيضا النهوض بتحديث منظومة النقل وشبكة السكك الحديد على أعلى مستوى بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية والتوسع في نظام الإشارات الكهربائية بما يقلل من الاعتماد على العنصر البشري ويساهم في الحد من تلك الحوادث ويعزز من إجراءات سلامة الركاب. معنا على الهاتف الأستاذ محمد عز المتحدث باسم وزارة النقل. بعد التحية محمد تحياتي لحضرتك. خلينا نتكلم عن ما اتخذ مؤخرا من إجراءات وأيضا القرارات اللي من شأنها النهوض بمنظومة النقل وتحديدا هي السكك الحديدية برمتها. صباح الخير يا استاذ عاصم. صباح النور يا فندم، تحياتي لحضرتك. اولا احنا بنعزي اهالي الضحايا وبنتمنى الشفاء العاجل للمصابين. طبعا الحادث وقع اول امس، وطبعا هناك عدد من الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ليس بعد الحادث فقط ولكن ايضا قبل الحادث اجتهدنا و كانت هناك تعليمات واضحة من السيد الدكتور هشام عرفات وزير النقل بخصوص منظومة الصيانة ومراجعة الجودة الشاملة بورش السكة الحديد للتأكد من عدم خروج القطارات من الورش إلا بعد التأكد التام من السلامة الفنية لها، بالإضافة إلى تطوير أو الانتهاء من بشكل فوري من التعاقد على 1000 عربة ركاب جديدة و100 عربة كهرباء قوة جديدة تم تأخر التعاقد عليها منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى مراجعة منظومة التشغيل الخاصة بالخطوط التي يقل نسبة الإشغال فيها عن 40% وإيقافها في حالة عدم توافر الجدوى الاقتصادية. كذلك كان من ضمن الإجراءات سرعة الاتصال والتباحث مع الهيئات والمؤسسات والشركات العالمية لتمويل مشروع تطوير منظومة الصيانة بحيث تكون منظومة شاملة وتشمل تدريب العاملين على أحدث البرامج الفنية. جميل. بالإضافة إلى الإسراع الفوري في توفير قطع الغيار اللازمة للعربات والقطارات، هذا من ناحية العربات والقطارات والجرارات. هناك أيضا موضوع هام جدا أستاذ عاصم يجب أن نطلع المشاهد عليه وهو تطوير منظومة البنية التحتية للسكة الحديدية. نحن نعرف جميعا أستاذ عاصم أن السكة الحديدية هذا المرفق أهمل لعقود طويلة. صحيح. ولكن الآن منذ تولي الدكتور هشام عرفات وزارة النقل أخذ على عاتقه تطوير البنية الأساسية التحتية للسكة الحديدية لأنها هي الأساس في تأمين مسير القطارات. صحيح. أخذ على عاتقه برنامجا كبيرا لتحديث وتجديد 1200 كيلو متر سكة حديد، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإشارات بخطوط الهيئة السكة الحديدية، وجاري الآن وحاليا تنفيذ 3 مشروعات كبرى لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية للشبكة شبكة السكة الحديدية. خط القاهرة الإسكندرية بطول 208 كيلو متر، تكلفة 70 مليون يورو و310 مليون جنيه وبتنفذه شركة تلس. وخط بني سويف أسيوط بطول 250 كيلو متر بتكلفة 62 مليون يورو و323 مليون جنيه وبتنفذه شركة أليستوم. وخط بنها الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد بطول 213 كيلو متر وتكلفة 160 مليون دولار. هذه عن أهم الإجراءات التي تتخذها وزارة النقل لتكثيف أعمال الصيانة وتأمين مسير القطارات.
نعم استاذ محمد، الحقيقه انا بحيي يعني وزير النقل على اتخاذ مثل هذه الاجراءات وهذه القرارات، ولكن السؤال هل ترى يعني مثل هذه الاجراءات تساهم بشكل كبير جدا في القضاء على السلبيات التي كانت متواجده نتيجه التراكمات زي ما حضرتك ذكرت خلال السنوات الماضيه وعدم النظر للاصلاحات والصيانه الخاصه بها، هل تساهم ان شاء الله بشكل كبير في النهوض بمنظومه النقل برمتها وتحديدا السكك الحديديه؟ ان شاء الله باذن الله يا استاذ عاصم، وسيشعر المواطن بها قريبا، لان ما اهمل منذ عده سنوات لن يتحقق بين ليله واخرى. صحيح. ولكن نحن نحتاج بعض الوقت، ولكن الاهم من ذلك اننا قد بدانا بالفعل، بدانا تجديد خطوط السكك الحديديه، بدانا تطوير نظم الاشارات. جميل. سنستورد عربات جديده، سنستورد عربات قوى جديده، تعاقدنا على 100 جرار مع جنرال الكتريك وصيانه 181 جرار، وتعاقدنا على تمويل او من البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه على 100 جرار اخرى باجمالي 281 جرار سوف يدخلون الخدمه، اسطول جرارات السكك الحديديه المتهالك. فهذه كلها اجراءات سريعه تم اتخاذها، الاهم من ذلك اننا قد بدانا بالفعل يا استاذ عاصم. تمام استاذ محمد، زي ما الدوله ليها دور كبير جدا في تقديم الخدمه الهامه للمواطن، على المواطن ايضا دور رئيسي في الحفاظ على مثل هذه المرافق الحيويه، عشان كده بطلب حضرتك رساله توجهها للمواطن المصري في الذي يتردد بشكل دوري على القطارات وسائل النقل العام، تحب تقول له ايه يا فضل؟ المواطن المصري من افضل المواطنين على مستوى العالم، واقول له ان هذا المرفق ملك له، فساعدنا في ان نحافظ عليه، وباذن الله سوف تشعر قريبا بتحسن في منظومه هيئه السكك الحديديه بمشيئه الرحمن. بشكر حضرتك جدا الاستاذ محمد عز الزميل العزيز المتحدث باسم وزاره النقل. ننتقل للخبر التالي مشاهدينا بعنوان الهيئه العربيه للتصنيع لها دور مهم في التنميه، مضمون الخبر اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهميه الدور التنموي الهام الذي تقوم به الهيئه العربيه للتصنيع باعتبارها مؤسسه اقتصاديه صناعيه وطنيه، مشيرا الى اهميه مواصله جهود تطوير الهيئه وتحديثها فضلا عن الاستمرار في مساعي الدفع قدما بالتعاون مع الدول الاجنبيه ولا سيما الافريقيه وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها خلال الفتره القادمه بما يساهم في زياده تصدير المنتجات المصريه المدنيه والعسكريه. والحقيقه شفنا يعني جهد مشكور كبير جدا من يعني القائمه على كافه المجالات من خلال يعني السلع اللي هي بتضخها للمواطن المصري وايضا تصديرها، متمنين رب كل التوفيق لها ان شاء الله في المرحله القادمه. هو ايضا السبيل الاساسي للنهوض باقتصاد هذا الوطن، وان شاء الله باذن الرحمن ده اللي هنشوفه في المرحله الجايه بل المرحله الراهنه. ننتقل للخبر التالي مشاهدينا بعنوان الرئيس يبدا غدا زياره 4 دول افريقيه. يبدا الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا جوله افريقيه تستغرق 4 ايام يزور خلالها كل من تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس الإفريقية تأتي في إطار انفتاح مصر على القارة الإفريقية وحرصها على مواصلة تعزيز علاقتها بدول القارة في كافة المجالات وتكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، فضلا عن تدعيم التعاون مع هذه الدول على كافة الأصعدة وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية والمصرية. إن شاء الله زيارة موفقة، وكالعادة وكالمعتاد من الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصه على الانفتاح على كافة دول العالم وتوطيد العلاقات المصرية بين هذه الدول وتحقيق الاستفادة القصوى في كافة المجالات بين مصر ودول العالم والدول الإفريقية. ننتقل للخبر التالي مشاهدينا بعنوان الزراعة تفتح اليوم باب حجز أضاحي العيد. كل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة اقتراب يعني موسم عيد الأضحى المبارك، والحقيقة يمكن النهاردة كان أولى أفواج حجاج القرعة، بنقول لهم إن شاء الله حج مبرور وذنبه مغفور، ونوصيكم بالدعاء لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم. الخبر تبدأ وزارة الزراعة اليوم بفتح باب حجز رؤوس أضاحي عيد الأضحى المبارك والتي قررت طرحها بإجمالي 49,446 رأس ماشية بلدية في عدد من منافذها بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وذلك بزيادة 36,148 رأسا عن العام الماضي وبأسعار تقل عن مثيلتها بالأسواق. وأوضحت أن حجز الأضاحي يتم من خلال مزارع قطاع الإنتاج ومحطات البحوث التابعة لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني والإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب والمعمل الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الإصلاح الزراعي ومديريات الزراعة بالمحافظة المختلفة، وإن شاء الله يكون موسم مليء بالخير واليمن والبركات والسعادة على هذا الشعب الوطن العربي والأمة الإسلامية برمتها.
الخبر الأخير النهاردة في جولتنا الإخبارية مشاهدينا الكرام، وزارة السياحة تنظم برنامجا للتدريب الصيفي. في ضوء الاهتمام الذي توليه وزارة السياحة بإعداد كوادر سياحية شابة، تنظم وزارة السياحة برنامجا للتدريب الصيفي لطلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك لمدة شهر. وقد قامت الدكتورة عادلة رجب نائبة وزير السياحة بمقابلة الطلاب للترحيب بهم واستعراض الأعمال التي يمكن أن يتدربوا عليها ومناقشة رؤيتهم لأهمية التدريب والتأهيل لسوق العمل، وأيضا كيفية الاستفادة من التدريب الصيفي كخطوة إيجابية نحو الاستعداد للعمل بعد التخرج. وتم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين للتعرف على آليات العمل والمساعدة في الإدارات المختلفة بالوزارة وأهميتها. مزيد من التفاصيل ونعرف أهمية مثل هذه الإجراءات من الدكتور سامح سعد الخبير السياحي. أهلا بك يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. صباح الخير، أهلا وسهلا أستاذ عاصم، يعني ليك وحشة كبيرة. حضرتك أكتر والله يا فندم، ربنا يعز حضرتك، ومنتظرك بقى تنورنا حلقة كاملة في البرنامج يا فندم إن شاء الله. تحت أمرك في أي وقت. ربنا يعز حضرتك. خلينا أسأل حضرتك يا دكتور، رؤية حضرتك للإجراءات والبرنامج اللي اتخذته وزارة السياحة للتدريب الصيفي وأهميته ومردوده بشكل عام في المقام الأول. هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة هي دي مبادرة طيبة، لأن إحنا يعني بناخد الطلبة من الدراسة وبندخلهم الحياة العملية، بندخلهم أرض الواقع. فبالتالي يعني هو لما بيعمل تدريب في وزارة أو في شركة أثناء الدراسة، ده بيكون لي أثر طيب لما بيتخرج ولما بيشتغل، لأن هو كده بيكون عاصر أرض الواقع والمشاكل الشغل الطبيعية، فبيبقى عارفها، فبيكون مؤهل أكتر إن هو يحلها وإن هو يقدر يعني يكون منتج أكتر. نعم. موسم عيد الأضحى يا فندم، حابب أتكلم برضو عنه، وأنت شايف ما شاء الله دلوقتي يمكن لو دخلنا على مواقع الحاجز للفنادق في المناطق الساحلية بنجد إن شاء الله تدفق كبير جدا. رؤية حضرتك ليه، وهل يقتصر فقط هذا الموسم على السياحة الداخلية، بل في الحمد لله نصيب برضو أكبر للسياحة الخارجية، الأجانب والأخوة الأشقاء العرب؟ خلينا يعني نتفق مع بعض مبدئيا، إن طبعا بعد تعويم العملة المصرية أو الجنيه المصري غليت مكونات السفر، لان طبعا المقود غلي، فالمواصلات غليت، الفنادق غليت، فغلو مكونات السفر دوت، يعني احنا توقعنا ان ما يكونش في رواج كبير للسياحه الداخليه الموسم ده زي الموسم اللي فات. صحيح. ومع ذلك الحمد لله في رواج، وفي يعني في حركه طيبه جدا. صحيح. بالنسبه للسياحه الداخليه وفي اعداد كويسه. برضو ما توقعناش ان الارقام الاسعار ارقام الفندق الفنادق في الساحل الشمالي مثلا وصلت لارقام خياليه. صحيح، كنت لسه هقول لحضرتك اخبار الاسعار يا دكتور، يمكن اطلاعي كده البسيط ما شاء الله، يعني للاسف لما طبعا بنقاومها بالدولار اللي هي تقريبا قريب من سعر السنه اللي فاتت، لكن اللي انا عايز اقوله ان مع تعويم الدولار معظم المصريين المقتدرين او اللي بيشتغلوا مثلا بره وبيجي اجازه كان بيروح في اوروبا والخارج، فكانت الفلوس دي بتتصرف بره مصر. فكون ان هو النهارده جه وقاعد في مصر وبيصرف الفلوس ديت، دي حاجه ككل مفيده للاقتصاد المصري. جميل. يعني عايز اقول ان الاسعار غليت جدا في الساحل الشمالي، الغرف بالافات الجنيهات. صحيح. ومع ذلك في اقبال عالي جدا، مصريين، مفيش اجانب، يعني فنادق مليانه من غير اجانب، فقط. صحيح. مصريين. نعم. مصريين كانوا بيروحوا بره وبيصرفوا الفلوس ديت، فطبعا كون انه بيصرفوا في مصر دي علامه طيبه للاقتصاد، لانها بتدور عجل الاقتصاد، في ضرائب بتدفع، الدوله بتستفاد، وهكذا. صحيح. خلينا نقول دكتور سامح، مهم طبعا السياحة الداخلية، ولكن الرسالة اللي احنا بنوجهها لكل السائحين المصريين اللي هم هيزوروا كافة المناطق السياحية سواء في الساحل الشمالي، الغردقة، شرم، ايه الرسالة؟ كيف يكونوا قدوة ويبعثوا برسائل الأجانب اللي هم برضو موجودين معاهم في الفنادق، بحيث ينقلوا ما شفناه من سلبيات قبل كده يا فندم في المواسم السابقة؟ خليني بس، يعني دي قضية حقيقة، يعني هنحاول طبعا اختصرها عشان الوقت، لكن صح. أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا طول عمرنا على مدى الزمن كمصريين بنسافر ونروح شرم الشيخ والغردقة. صحيح. من 10 من 20 سنة اسكندرية طول عمرها بتستقبل مصريين كفنادق. نعم. الحقيقي إن في سلوكيات سيئة جدا ظهرت الموسم ده والموسم اللي فات برضه. نعم. قد تكون حملة ممنهجة ضد السياحة الداخلية، ليا زملاء بيقولوا فيه، أنا شخصيا بقول العيب أولا وأخيرا على إدارة الفندق
لان انا كمدير فندق لو انا شفت سلوكيات سيئه يصلحها يا اما بتخذ اجراء مع هذا النزيل. صحيح. كون ان احنا نتهاون ده مش ابدا يعني ده مش صح. نعم. لكن ارجع اقول تاني ان دي حمله ممنهجه وبنشوف سيئات كتيره جدا قد تكون حجم صغير. ما ننساش ان احنا بنتكلم في مئات الالوف من المصريين بيصيفوا. لما نشوف ظاهره او اتنين او عشرة مش معنى كده ان كل السياحه الداخليه سيئه. نعم. انا بس بقول احنا ناخد بالنا واحنا بنتنقل الصور على وسائل التواصل الاجتماعي اذا كانت الصور دي متركبه، لان احنا عندنا اعداء مصر متربصين بينا ومش عايزين اي وجه من اوجه بيلاقوا مشاكل ويحاولوا ينشروها واحنا بلا وعي بنرددها وبننشرها برضه. أنا بحيي حضرتك للإشارة لهذه الجزئية، وأنا بشكر حضرتك جدا الدكتور سامح سعد الخبير السياحي. والحقيقة زي ما قال دكتور سامح متطلب علينا إحنا كسياح مصريين بنزور الأوتيلات بتاعتنا نكون سفراء الوجه الحسن والتحضر الذي يتحلى به المواطن المصري مش السلوكيات السلبية. كمان الناس اللي هي قاعدة ومتربصة على السوشيال ميديا بتشير أي صورة سلبية لمثلا مظهر غير لائق في شرم الشيخ أو الغردقة، لازم نتحرى الدقة، هل الصورة دي فعلا في مصر ولا الصورة دي في مكان آخر؟ حتى لو كانت في مصر مش جميل انك انت تقعد تشيرها باستمرار لان ده بيسوء لسياحة بلدك. ما ينفعش في الوقت اللي انت بتدعو فيه ان يكون في رواج سياحي في بلدك وفي الاخر انت من الناحية الاخرى بتضرها ولكن بطريقة غير مباشرة. ان شاء الله يكون موسم سياحي ايجابي على مصرنا الحبيبة والكل يستمتع فيه. تعالوا مشاهدينا نطمن على الحارة المرورية النهاردة، ومعنا على الهاتف سيادة اللواء احمد هشام الخبير المروري. اهلا بيك يا فندم وتحياتي لحضرتك وطمنا على الحالة المرورية النهاردة. صباح الخير لحضرتك في البدايه والساده المشاهدين. طبعا معلم اليوم بدا النشاط الرسمي لاجهزه الدوله بتاخد قطاعاتها، لذلك وضعت الاداره العامه للمرور بتنسيق مع ادارات المرور بكافه المحافظات خطه مروريه شامله لمحطه الحاله المروريه على مدار اليوم الكامل. الحمد لله الامور حاليا اكثر من ممتازه، خاصه كافه الخدمات المروريه المتواجده على كافه القطاعات الميادين والمحافظ الرئيسيه والفرعيه لفتره الاستعداد الشمسيه والاونيه. معظم المناطق اللي تبدا فيها تحويلات او اغلاق روسي او كلي تبقى فيها احمال متوسطه لتشغيل التحويلات والاعمال المدنيه في نفس الموقع، لكن الحمد لله تحت السيطره المدنيه من قبل القوات المتواجده في نفس الموقع، وذلك لمتابعه الحاله الامنيه وارشاد الساده المواطنين الى المناطق البديله والقوى البديله التي يمكن ان يستخدموها. حاليا تبدا تحدث تفاضل للطيارتين نفع المرجاني القادم من المطار اتجاه مناطق صلاح سالم، ليها تاثير مباشر على الحركه المروريه. بيتم الان سحب تلك السيارات عن طريق وينش المرور وتجنيب على يمين الطريق. هل في اي اصابات سياده اللواء؟ نعم. هل في اي اصابات او ضحايا لا قدر الله؟ لا 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 الحمد لله. هي كانت نتيجه بس الموقع الحادث ان هو كان مدخل نفع المرجاني، فده عمل نوع من الاصابات المروريه بالنسبه للقادم من منزل كوبري المطار اتجاه مناطق صلاح سالم، لكن الحمد لله الامور هادئه تماما. الطريق الدائري بالنسبه للقادم من مناطق المعادي اتجاه المغربيه والمنصوريه في بعض الكثافات والاحمال المتوسطه نتيجه اعمال الكثافات الموجوده في نفس الموقع وخاصه حاره وثلاث حارات اخرى للسيارات، في برضه عامله نوع من الكثافات المروريه في نفس الموقع، لكن في خدمات ارشاديه موجوده في نفس الموقع وذلك من ارشاد الساده المواطنين وتسهيل الحركه المروريه. احنا بننصح طبعا الساده المواطنين نعم وسطحات الارضيه في حاله وجود كثافات اعلى الكباري، وذلك لتسهيل الحركه المروريه نظم الشحنات الارضيه ثم في عدد حارات اكثر بالاضافه للشوارع الجانبيه. غير ذلك الحمد لله الامور طبيعيه جدا. التحولات الموجوده في منطقه الزمالك مستمره حتى الان، والناس انشاء محطه نفع المترو الانفاق الخاص بمنطقه الزمالك، فاحنا بنستخدم المواطنين بالتزام بتعليمات لجنه نفس الموقع بالنسبه للدول الزيه. بس الحمد لله الامور هاديه تماما بالاضافه للحملات المرور المستمره على كافه انواع المخالفات سواء داخل المدن او خارج المحافظات، ده تعليمات الساده. بشكر حضرتك جدا سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري على هذا التقرير الشامل، أطلعنا من خلاله على الحالة المرورية برمتها وأيضا التحولات المرورية. والحقيقة رجاء إحنا تكدس مروري نلجأ للتفريعات الأخرى اللي إحنا ممكن نهرب منها من هذا التكدس. كمان
بيلتزم بالحاره المريه الخاصه به، اعتقد ده بيساهم بشكل كبير في تقليل حالات التكدس، وايضا اتباع قواعد المرور اللي هي في المقام الاول امان لحضرتك، ده بيترتب عليه الكثير والكثير. كمان سائقي الميكروباص مهم جدا ان لما اجي انزل واحد او اركب واحد التزم الحاره اليمين، بلاش اقف في نص الشارع وتسبب في حاله من الاختناق المروري، بلاش تجاوز السرعات القصوى، دي نصائح مهمه جدا لازم كل واحد فينا لما يجي يقود مركبه لازم يحافظ عليها. الطرق السريعه طبعا محتاجين ان احنا نحاول على يعني جدير بالذكر ان احنا داخلين على موسم عيد الاضحى، في ناس كتير جدا بتحرص على زياره المناطق الساحليه سواء الغردقه شرم الشيخ الساحل الشمالي وغيره، بيحاولوا بيسافروا بعربياتهم، عشان كده بنقول لهم ان شاء الله عشان توصلوا وتروحوا لنا وتقول لنا بالسلامه حاولوا ما تتجاوزوش السرعات المحدده وتابعوا قواعد المرور. تعالوا ناخد معنا الدكتور محمد فهيم المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ، يطلعنا على الظروف المناخيه الحاليه بشكل عام. اهلا بيك يا دكتور وتحياتي لحضرتك. صباح الخير، ازي حضرتك؟ صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك. اتكلمنا عن الظروف المناخيه الحاليه، اخبارها ايه وحاله الطقس النهارده؟ من المتضح انه حار. حاضر. اتفضل. صباح الخير على اخواتنا المجرمين وعلى كل اللي بيسمعونا. احنا دلوقتي في مرحله نهايه موجه حاره. نعم. وبدايه انكسار الطفيف وانخفاض تدريجي لمده كذا يوم في درجه الحراره. تمام. وما زالت درجه الحراره اعلى من معدلاتها. فتتراوح ما بين 37 ل 38 نواحي البحر وحتى القاهره، حتى بدايه مصر الوسطى بني سويف في الفيوم، وبتستمر درجه الحراره شديده الحراره في الجنوب، بنتكلم من اسيوط وسوهاج وقنا والاقصر واسوان. نعم. وبتتراوح درجات الحراره العظمى من 41 ل 43 درجه. وفي حاجه مهمه جدا لازم المزارعين او المهتمين يعرفوها، احنا في فتره ما بين موسم الصيف وموسم الخريف، ودي فتره بنسميها فتره الانقلاب المناخي. بمعنى ايه انقلاب مناخي؟ بمعنى ان بيبتدي يحصل ظروف مناخيه معينه لها تاثير كبير على الزراعات وعلى النمو الزراعات وعلى انتشار الامراض وعلى الافات وعلى حاجات كثيره جدا خاصه بمعظم الزراعات الموجوده حاليا. فمثلا الفرق ما بين درجه حراره الليل والنهار بيبتدي يزيد، بيبتدي يزيد ما بين حراره العظمى والصغرى، فبالتالي لها تاثير معين على بعض الافات زي افات حشفيه الاجنحه، بتبتدي تزيد على الخضر. فاحنا بنتكلم على دكتور القطن، بنتكلم على التوت ابسوليوت، على الطماطم، بنتكلم على حشرات كتير هتبتدي انتشارها يزيد استجابه لزياده الفرق ما بين حراره الليل والنهار، وبالذات في مناطق مصر الوسطى ومصر العليا، بنتكلم على الصعيد يعني. اهم التوصيات اللي ممكن تقدمها يا فندم لاخواننا الفلاحين والمزارعين في زراعاتهم، ممكن تقول لهم ايه من توصيات؟ ما انا هقول بس بعد ما اوصف الحاله ايه، لان مهم جدا ان يربط ما بين التطبيق والتوصيه اللي هينفذها وما بين الظرف المناخي الموجود. جميل، اتفضل. فدلوقتي بدانا نخش في المرحله دي، فبدا يزيد الندى صباحا، يعني المزارعين هم نفسهم واخدين بالهم ان بدا الندى ينزل بدري شويه وبدا يزيد عن الاول، ده معناه ان في رطوبه عاليه، معناه ان في توقع لانتشار الامراض الفطريه وبالذات البياض الزغبي على القرعيات خيار وغيره وعلى الريحان كطبيه عطريه في الجنوب. فبالتالي لازم يبقى في رشات وقائيه ضد البياض الزغبي على محاصيل الخضر وعلى النباتات الطبيه والعطريه. نعم. ده رقم واحد. رقم اثنين، ما زالت درجات الحراره عاليه نهارا، وما زال بعد استمار الفاكهه معرضه للسعات الشمس، وبنتكلم على الثمار الموجوده حاليا وهي الرمان، وهو من المحاصيل المهمه جدا في مصر العليا ومصر الوسطى. فبيحصل ظاهره اسمها ظاهره التنحيس، ودي بيعمل ان لون الجلد بتاع الرمان بيبتدي يتغير ويبهت، ويبتدي يحصل تشقق. فتوصيتنا للمزارعين اللي زارعين الرمان دلوقتي ضروره ان يرش جير مطفي نقي على الثمار، مش على المجموعه الخضراء بتاع الشجره، يعني يعمل محلول من الجير المطفي النقي. ويبتدي يعمل فيلم بسيط جدا على الثمار يكون لونه فاتح، بحيث يمنع ان اشعه الشمس تاثر تاثير سلبي على الجلد فيحصل التنحيس. وزي ما بنشوف في السوق كده الرمان لونه باهت ولونه مخشب ولونه زي الاجرب كده، ده بسبب موضوع التنحيس. فيجب جدا ان موضوع الرش بالجير المطفي النقي على الثمار بالنسبه للرمان، وهكذا بالنسبه لبقيه الفاكهه. ان يبقى في رش مكثف بالمغذيات وبالاحماض الامينيه عشان يخلي الشجره تقدر تقاوم درجات الحراره العاليه. وكذلك بالنسبه لمحاصيل الخضر يفضل التقريب الفتره ما بين الريات خلال الفتره دي، ويفضل الرش بالمغذيات الكبرى والصغرى والاحماض الامينيه، يدي للنبات مناعه ويدي للنبات انه يقدر
يقاوم درجات الحرارة عالية. دي أهم التوصيات اللي احنا ممكن نقولها خلال الفترة دي السنة. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد فهيم المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ، وأعتقد توصيات مهمة جدا ننصح بها كل إخواننا الفلاحين والمزارعين باتباعها عشان نقدر نحافظ على النبات بتاعنا والمحصول ونحصل على أفضل إنتاجية ممكنة. قبل ما نروح لتقريرنا النهاردة خلونا أقول لحضراتكم مشاهدينا على فقرتنا الحوارية إن شاء الله، الفقرة الأولى هي فقرة وحشتنا جدا، فقرة رابطة محبي مصر، فقرة نتكلم فيها عن أهم الإنجازات التي حققتها الرابطة في المرحلة السابقة وأيضا ما تجهز ليه من إنجازات أخرى. وضيفي رئيس الرابطة أستاذي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بكري. أيضا الفقرة الثانية هنتكلم فيها عن أمان الطرق، والضيف فيها إن شاء الله مهندس جمال عسكر خبير السيارات وهندسة الطرق، وهنعرف إن شاء الله بإذن الرحمن يعني الأمان الأمثل للطرق وأيضا ما تم إنجازه من طرق في كافة المحاور. هنروح دلوقتي نسمع تقرير ونشوفه مع بعض حول إزاي نقدر نساهم إحنا كمواطنين في خدمة المجتمع. بعد التقرير نرجع مع حضراتكم ونبدأ أولى فقرات برنامجنا الحوارية من برنامجكم ساعة صبحية، انتظروا. المواطن يعني المفروض ان هو يشتغل ويثبت طموحه، تمام، وكل واحد يعني يبتدي ان هو يشتغل، ما يقعدش يقول لك انا مش لاقي شغل والبلد، ويعني نبتدي نتحرك يعني لمصلحه البلد ولمصلحه الافراد الموجودين فيها، تمام، وربنا يصلح الاحوال. والله كل واحد مننا بيبني المجتمع، يعني انا كمعلم علي دور ان انا انشر القيم والاخلاق والتربية بجانب التعليم. الطبيب نفس القصة، المهندس نفس الحكاية. لو كل واحد مننا قام بدوره المجتمع هينهض، والمواطن هو لبنة المجتمع. كل واحد في البلد مسؤول اللي هو يؤدي واجبه، كل واحد في مكان عمله يؤدي واجبه، الطبيب يؤدي عمله، المحامي يؤدي دوره، القاضي يؤدي دوره، المهندس يؤدي دوره، كل واحد يؤدي بكامل واجباته ومسؤولياته. من غير عمل كلنا هنفضل تايهين في الدنيا دي. لازم ان كل واحد في عمله يجتهد فيه، لو كل واحد اخلص في عمله الدنيا دي كلها هتبقى في خير وفي سعاده، لان هي بواختنا بس ان كل واحد يتكاسل في عمله ويروح عشان ياخد مرتب بس. المواطن هو اللي الدور الاساسي في القيام بالمجتمع والنهوض بالمجتمع. لان هو المجتمع هو الا مجموعه الافراد المكونين له. على قدر مسؤوليتهم واحساسهم بالمسؤوليه للمجتمع هينهض المجتمع تماما.